برحب بحضراتكم من جديد، وكالعاده عايزين نناقش التناول الاعلامي في الانتخابات. هيبقى معانا اتنين من نقاد الرياضيين المحترمين كالعاده. معانا الاستاذ حسن خلف الله، الناقد الرياضي بالاهرام. برحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن شادي. كمان لاول مره بيشرفني الاستاذ، فرحب بيكم. لا انا دي تاني مره، مش اول مره. انت جيت في برامج تاني؟ لا ما جيت معاك قبل كده، بس من سنتين ثلاثه اربعه كده. ما الاستاذ زغلول صيام، ناقد رياضي بفيتو، برحب بيك. اهلا بيك واهلا بكل جماهيرنا. وحشني كتير، بقالنا مدة كبيرة. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. طيب خلينا ابتدي بالاستاذ حسن. اتفضل. التناول الاعلامي لانتخابات النادي الاهلي شايفه ازاي؟ لا هو طبعا في حاله مختلفة أو حالة غريبة الناس كلها شايفاها، مش أنا لوحدي اللي شايفها، يعني كل الناس حتى أعضاء الجمعية العمومية، المتابعين، المراقبين، شايفين المعركة الإعلامية واخدة الموضوع لسكة تانية. يعني حتى يعني الإعلام، لأن هو بيعكس المرآة للقائمتين أو للجبهتين المتصارعين، فكل جبهة بتحاول تستغل الإعلام إن هو يشوه الجهة الأخرى بشكل مش هو ده المطلوب، او هو ده الدور المفروض يكون يعني نقل في الاعلام، او يكون الدور اللي يستغل فيه الاعلام. المفروض استغلال الاعلام يكون ل يعني مخاطبه الجماعه العموميه بشكل اهدى، مش توجيه او محاوله تشويه الاخر، لان تشويه الاخر عمره ما كان بيفيد في الانتخابات. صح. يعني عمرك ما كنت هتشوه منافسك هتنجح، او ان انت هتحاول تشوه الاخر فهتكون انت كده البطل. لا، المفروض ان يعني تستغل الاعلام في ان انت بتحاول توصل للجماعه العموميه، تستغل الاعلام في انت بتحاول توصل افكارك، ممكن الناس تشوف عندك حاجه جديده، حاجه مفيده، حاجه فعلا هي محتاجاها من عندك، فبالتالي بتبني قناعاتها في الاختيار. هو ده المفروض الاعلام يوصله. تمام. او يستفيد منه يعني. تمام. برضو حصل حضرتك نفس السؤال، شايف التناول الاعلامي لانتخابات النادي الاهلي ازاي يا استاذ زهر؟ انا شايف مبدئيا، شايف من فتره كبيره وراصد ان في غياب للمهنيه تماما في موضوع التناول الاعلامي لانتخابات النادي الاهلي، ومش هقول ان حد معين، لكن فعلا في تجاوز. وانت لو لاحظتها هتلاقي جرايد معينه بتؤيد القائمه الفلانيه، وهتلاقي مواقع معينه بتوجه، فده في حد ذاته غياب للمهنيه الاعلاميه. المفروض ان احنا المهنيه الاعلاميه، ان كل طرف من الاطراف بيعرض صورته وبيعرض نموذجه. لكن انا اللي شايفه ان كلا القائمتين، الوسطاء او جماعه سماسره الانتخابات، هم اللي بيحاولوا يظهروا الوجه السيء، رغم ان انا قربي من القائمتين، ويمكن انا عندي تجربه بعملها في فيتو فاتح للجبهتين. استضفت القوائم كلها. كلها وفاتح للقائمتين، وممنوع تطاول قائمه على القائمه، وكل واحد يقول برنامجه، وكل واحد يقول دعايته، وكل واحد يقول ما يعنى. لكن انا شايف ان في بعض التجاوزات من هنا ومن هناك، محاوله للتاثير، رغم ان كلا القائمتين لما بقى قعدت معاهم وقربت منهم، يعني فعلا يعني انا كنت مع المهندس محمود طاهر يوم الخميس اللي فات، بنعمل حوار مع المهندس محمود طاهر، قمه في الكلام وقمه في الادب وقمه في الاحترام. كابتن محمود الخطيب نفسه لا يقل عنه، بيقدروا مكانه النادي الاهلي وبيقدروا قيمه النادي الاهلي وبيقدروا المكان. انا لو عضو في النادي الاهلي هبقى محتار جدا بين الشخصيتين اللي موجودين، مين ممكن ادي صوت لمين، لان الاثنين فعلا عاملين عمل عظيم جدا في النادي الاهلي، ناقلين نقله كبيره جدا في النادي الاهلي. شايف ان الاعلام ما هواش بيقوم بدوره المحدد، وان هو ينقل الصوره الطيبه، وبيستجيب لبعض الاستفزازات من هنا او من هناك، او بيستجيب لبعض الامور الخفيه المفروض تعلن، المفروض تعلن يعني سواء هنا او هناك، لان في جرايد او مواقع واخده طرف واحد فقط من الاطراف. هنا وهنا. هنا وهنا طبعا، انا بتكلم على هنا وهنا، ما بتكلمش على حد، لان فعلا هي موجوده كده. لكن الجو العام انا شايف ان مناخ ديمقراطي، الاعلام هو اللي مسخن بعض الامور، وعلى الاعلام ان يمارس دوره. ويمكن انا شايف ان الهيئه الوطنيه للاعلام طلعت بيان قبل كده بتطالب بالحياديه وتطالب بالشفافيه وتطالب بكذا، لكن
لابد ان احنا نراعي ان الكلمه في النهايه هي للجمعيه العموميه داخل النادي الاهلي. لن يكون ان انا يعني ممكن الاعلام يلعب دور في تدعيم مرشح، انت بتحاول تشوه صورته وبتحاول تعمل كذا وبتعمل كذا، الجمعيه العموميه كلها رد قاسي جدا على افراد المنظومه او افراد، لان مفيش حد بيطلع يقول ايه، مفيش حد بيطلع يقول ان اللي بيحصل ده غلط. فانا شايف ان في غياب تام للمهنيه على الاغلب، ما بتكلمش على بلدك عشان ما نبقاش على مستوى عام، لكن على الغالبيه العظمى من وسائل الاعلام في غياب للمهنيه لتحيز، او ان ما فيش حد بيقدر يداري تحيزه اللي جابها من الجبهتين. استاذ حسن، هروح من كلام الكلام المهم اللي انا سمعته في جزئيه مهمه جدا عجبتني. انا متابع الحوارات، يعني كان في اعضاء مجلس اداره من هنا واعضاء مجلس اداره من هنا، وحتى المستقلين في جريد فيتو قريت الحوارات كلها. المدرسه دي قليله ليه؟ يعني المدرسه يعني في فيتو شفت مثلا كان حوار اخير المهندس خالد مرتجي، مهندس خالد مرتجي، وقبليه الاستاذ طارق قنديل، وقبليه شيرين منصور، والاستاذ هاني سري الدين. سري الدين كان موجود. انا قريت الحوارات دي كلها، يعني الناس كلها ضيوف، حلوا ضيوف على المدرسه دي قليله ليه؟ مع ان الطبيعي لو المدرسه دي موجوده ما كناش هنروح بقى للي احنا شايفينه ده كله. نتكلم بصراحه، عشان ظهور راس المال بقوه في هذه الانتخابات. راس المال فرض نفسه وقدر ان هو يسيطر على بعض المنابر الاعلاميه، وقدر ان هو يفرض سطوته عليها، فقدر ان هو يسيطر فجذب هذا النوع من الصراع معاه، وده دايما سطوه راس المال، ويمكن ظهرت اكتر في هذه الانتخابات ان راس المال فرض سيطرته على الموضوع، وده واضح بشكل كبير. وده طبيعي؟ لا مش طبيعي. انا اول مره اشوف الكلام ده والحسيه. مش طبيعي، لان بص حتى في الانتخابات، يعني حتى لما بيكون في مواد اعلانيه بتكون موجوده عادي، وده حق اي حد ان يعمل ماده اعلانيه، دي واضحه وصريحه ان انت ممكن تعمل القايمه بتاعتك تعمل لها اعلان في صحيفه ما، ممكن تعمل تنويه معين في اي قناه او اي اذاعه، ده حقك الطبيعي، وده ماده بتكون ماده اعلانيه ومعروفه ان هي مدفوعه الاجر. لكن ان انت تدخل ده في الاعلام نفسه ويبقى في خلط بين ده وده، هو ده اللي خلق هذا الصراع وقلل من المساحه اللي هي اللي بنقول عليها مثلا حياديه في مساله تناول الانتخابات. هو ده اللي فرض سطوته بشكل كبير، وهو ده اللي اثر، وبالتالي اصبح في تمحور ثم تمحور ثم تحور اخر في التناول الاعلامي. فالبعض يحاول ان هو يثبت بقى الكفاءه، فيتحور من حاله الى حاله، من حاله الاول تكون فيها نقد بسيط، ثم محاولات تشويه لنماذج معينه، ثم انتقال الى حاله اخرى، تشويه للحاله داخل النادي، تشويه ليوم الانتخابات، اطلاق مخاوف للناس، مش عارف ايه. فبدات الامور تنتقل من حاله الى حاله عشان تقدر ان هي تثبت ان هي بتعمل بشكل جيد في اداره العمليه الانتخابيه، لكن ده كله شكل خاطئ للغايه. وده احنا بنعترف بيه، ويمكن زي ما الاستاذ زغلول قال ان الهيئه الوطنيه للاعلام نفسها اصدرت اكثر من بيان وطالبت بالشفافيه والنزاهه والحياديه في تناول الانتخابات، ولم تصدر هذه البيانات من فراغ، ولكن نتيجه لرؤيه معينه ان هي شايفه ان في امور معكوسه في التناول الاعلامي لانتخابات الانديه، وخاصه النادي الاهلي. لاننا دلوقتي بنتكلم بصدد حاله معينه، هي حاله النادي الاهلي، يمكن هي لافته للنظر بشكل كبير في ظل وجود عدد كبير من الانديه بتدير انتخاباتها، لكن النادي الاهلي هي الحاله التي نتحدث عنها، وهي يمكن الحاله اللي فرضت على كثير من المسؤولين اللي اصدار هذه البيانات ومطالبه الاعلام بالتناول الحيادي. فراس المال هو السبب في هذه الحاله وهذا الظهور، وبالتالي نرى ما يحدث من تشويه، محاولات تشويه العناصر بعينها لصالح عناصر اخرى، وده كله امور خاطئه للغايه. وانا بعتقد ان اي حد بيتصرف هذا التصرف هو لا يتصرف هذا التصرف من واقع حبه لقائمه معينه او دعمه لمرشح معين، لانه بهذه الاشياء بيضر هذا المرشح. من المفترض ان انت دايما عشان تبرز الاشياء الجيده عند المرشح بتاعك ان انت تتكلم عنه بشكل كويس، تلتزم بالطريقة اللي هي ممكن توصل للناس أفكاره وتوصل للناس هو عايز يقول إيه، لكن ما تلتزمش بالطريقة اللي هي
تشوه او تفند الاخر، يعني ما يكونش تفكيرك كله او تركيزك منصب ان الاخر ده وحش، لا الاخر ده بيخطئ، لا الاخر ده عنده اياه، ده بيقول كذا، واقف له على كلمه، واقف له على، لان كل الناس بتتكلم بحب، كل الناس بتتكلم مع الجمعيه العموميه او بتحاول تعمل تصرفات جيده عشان توصل للجمعيه العموميه افكار، مش بتتكلم ان هي عندها ضغينه معينه او شيء معين. فكون ان احنا نتصيد اخطاء معينه او نبرز اشياء معينه او نركز عليها في محاوله تشويه هذا الاخر بشكل متعمد، ده اعتقد امر سيء للغايه. من المفترض انا حتى لو بدعم قائمه معينه ايا كان المرشح اللي انا بدعمه، فانا بدعم هذا المرشح، بقول لا انا بدعم الكابتن محمود الخطيب لان انا مقتنع بافكاره، افكاره 1 2 3 4، برشح او بدعم المهندس محمود طاهر لان والله انا شايف ان هو عمل انجازات معينه، وشايف الراجل ده مثلا يستحق انه يكمل، او شايف ان هو عنده خطه طموحه ان عايز يعمل كذا، الراجل ده فعلا قدم كذا وعايز يعمل كذا. في نفس الحال بالنسبه للكابتن محمود الخطيب، لا انا شايف ان هو عمل كذا وعايز يحقق كذا، شايف ان برنامجه لا فيه ايجابيات كذا. فانا لما اكون حتى انا عن نفسي عندي منبر اعلامي او عندي مكانه او عندي قلم عايز اكتب في حاجه معينه، فانا المفروض بكتب على المرشح انا شايف وجهه نظري كذا. مفيش شك ان حتى في البيان بتاع الهيئه العامه للاعلام قالت ان في حريه للراي لكل كاتب ان هو يقول رايه دون المساس بالاخر، يعني هي ادت الحريه برضو ان انت ككاتب، ما احنا برضو بشر واحنا برضو لنا وجهات نظر وقناعات، من حقنا ان احنا نقول انا مقتنع بفلان، مقتنع بالشخص الفلاني، شايف ان هو الاصلح لعدة أسباب، واحد اتنين تلاتة، قد تكون مقنعة لحضرتك أو غير مقنعة، بس دي وجهة نظري. لكن لم أتعرض للآخر، لم أسيء إليه، لم أفند أخطائه، لم أفند هفواته، مجلس إن أنا قاعد كده كل يوم قاعد مركز مع القائمة الأخرى، لا ده عمل كذا النهارده، ده هيعمل كذا، لا هو ده طلع في البرنامج في الحتة الفلانية، أقعد أسجل له، الحق ده غلط في الحتة دي، ده بقى الخطأ، وده اللي بيؤكد أن رأس المال يتحكم بشكل سيء في هذه الانتخابات. طيب هنتقل لو استاذ زغلول في نقطه مهمه جدا بالنسبه لي، واحنا هنا طول الوقت بندردش يعني. قبل الهوا نتفرج على الاستاذ احمد موسى، احمد موسى طلع علينا بفكره جديده النهارده، الاهلي يباع، الاهلي هيتباع، الاهلي لو انتخبته فلان الفلاني الاهلي هيتباع. هو الاهلي ممكن يتباع؟ انا ما هرجع تاني لحته المهنيه في الاعلام وخلط الراي بالمهنه نفسها. يعني انا كابتن شادي دلوقتي بيدعم سين او بيدعم صاد، المفروض ان انا اطلع أو اطلع في برنامجي ممكن اقول ده رايي الشخصي، انا بدعم فلان ده حبا فيه او 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 ده رايي الشخصي، لكن مهنيا لابد ان يبقى في مهنه، احترام للمهنه، احترام لمهنه الاعلام، ان انا ما اطلعش اهاجم عمال على بطال واطلع اهاجم لاغراض. ما هو انت لما بتخلط الراي، يعني انت مثلا انا زغلول صيام بطلع اقول زغلول صيام يكتب انا بدعم الكابتن خطيب، بدعم المهندس محمود طاهر، او ده رايي ما حدش ليه حاجه عني. لكن لما اجي ادخل خبر يسيء للمهندس محمود طاهر او يسيء للكابتن محمود الخطيب، بيبقى هنا في غرض وفي ديرتي جيم بيتعمل، في حاجه من الناس لابد ان هي تبقى مستيقظه وعارفه ان الموضوع ده ما هوش بيتعمل لله. يعني المفروض ان لما بيعمل كذا وبيعمل حاجه بيظهر وجه سيء للتاع، لا مش في وقت الانتخابات، مش دي المهنيه، ولو انت اظهرت ما تظهر للطرف الثاني عشان تبقى محايد. عايز اعرف من حضرتك قولا واحدا في القصه دي، وهسمع برضو راي انا لحد دلوقتي مش عارف. الاهلي ممكن يتباع زي ما بيتروج والكلام اللي احنا بنسمعه من وجهه نظرك؟ لا طبعا، كل ده كلام، يعني كلام جمهور، كلام ناس غير منطقيه وغير عقلانيه وتردد كلام ما هياش عارفه. الاهلي ما هوش مجلس اداره يا جماعه، الاهلي مش هو مجلس الاداره اللي بيقعد على الترابيزه، الاهلي ملايين الجماهير في كل العالم، الاهلي جمهور من اسوان لاسكندريه، في الوطن العربي من المحيط الى الخليج، جماهير لا يستطيع مجلس اداره كائن من كان ان يستطيع ان يفكر مجرد التفكير في ان يبيع النادي الاهلي. مين اللي يفكر ان يبيع النادي الاهلي؟ كل الكلام ده ترويج لإظهار صورة سيئة لسين أو صاد، لكن في النهاية لابد أن تكون الناس منطقيين، لأن النادي الأهلي ليس للبيع، النادي الأهلي ده نادي كبير، نادي بيمثل مصر، نادي بيمثل المنتخبات الوطنية، نادي كل المنتخبات الوطنية اللي بتلعب في مختلف الألعاب، هو النادي الأهلي بيمثل العماد الأساسي لها. ف
فلا يستطيع ان واحد يجي يقول انا بيع النادي الاهلي، مين يقول الكلام ده ومين يصدقه؟ هذا الكلام لا ينطلي على طفل في طفل صغير. فلا بد ان احنا نبتعد. وعلى الاخوه في البرامج اللي هي مش رياضيه ينقوا بانفسهم عن الدخول في هذا السجال. انا يعني الواحد لما بيشوف حاجه ويستفز المواطن، انت دخلك ايه؟ ما تخليك في القضيه اللي انت بتشتغل فيها، ابعد عن الرياضه وابعد عن النادي الاهلي. لان النادي الاهلي في الاخر يعني احنا شفنا المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب في المغرب، صوره يعني اتنقلت صوره حضاريه لا احد يتخيلها. وهنا انت حطيت ايدك في نقطه مهمه جدا جدا هقولها للاستاذ حسن. من بعد الصوره دي الدنيا ما هديتش، يعني من بعد الصوره دي الطبيعي كنا نبني عليه طبعا. وفي صوره تانية الاستاذ كامل زاهر قاعد مع، نزل على امانه الصندوق قاعد مع الاستاذ خالد درندلي، صوره ولا اروع تعبر عن قيم ومبادئ النادي الاهلي الحقيقيه. من هنا من بعد الصورتين دول اعلام شغال مش راحم ولا هنا ولا هنا للأمان، عشان اتكلم بصراحه. ما هو بدل ما الصوره دي تهدي الدنيا وتلخص الموضوع كله، الناس هتستفيد ازاي؟ الوسطاء والسماسره الانتخابات هيستفيدوا ازاي؟ عجبتني انا سماسره الانتخابات. ما هو الناس هتستفيد ازاي؟ الناس هتستفيد ازاي طالما الناس حلوه مع بعضيها والناس بيتكلموا كويس؟ ما احنا مش لاقيين حاجه. انت مش لاقي لا المهندس محمود طاهر بيغلط ولا الكابتن محمود الخطيب بيغلط. ممكن يبقى في بعض النقاط من هنا ومن هناك عشان ما نبقاش ظالمين، من هنا ومن هناك. بعض الناس بتاخد من دي وتحاول تسكب الزيت على النار عشان تشتعل والفيزيتا تعلى. فالمهم ان سماسرة دول لو ابتعدوا انتخابات الاهلي ماشيه يعني بصوره لا لم ارصد حاله تجاوز للمهندس محمود طاهر، لم ارصد حاله تجاوز للكابتن محمود الخطيب. الاثنين بيتكلموا كلام عن قيم الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وكرسي رئيس النادي الاهلي. استاذ حسن شفتك والاستاذ زغلول بيتكلم، عينك راحت على التلفزيون على طول اللي قدامنا. بقول لك صوره الاستاذ خالد درندلي والاستاذ كامل زاهر ووشك كده مبتسم. لا انا بس انا مش مبتسم عشان الصوره، المبتسم عشان في بعض الكلام يعني بتحس ان هو يعني ايه لخداع الراي العام. بمعنى ايه؟ خلينا بس يعني قصه النادي الاهلي هيتباع او مش هيتباع او الكلام ده، طب ايه الجديد اللي ممكن يتباع بناء عليه النادي الاهلي؟ يعني هل مثلا نفترض، خلينا نتكلم بصراحه، يعني الماده 10 اللي مش موجوده، ثانيه واحده بس دلوقتي لو كان وجود المهندس محمود طاهر هيبيع النادي الاهلي كان باعه في الثلاث سنين اللي عدوا او الفتره اللي فاتت. فالمفروض اللي هيبيع ده يطرا عنده جديد عشان يعرف يبيع بيه. ايه الجديد اللي طرا على النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يتباع؟ اللائحه الاسترشاديه طبقت على النادي الاهلي زي كل الانديه اللي طبقت عليهم. لو النادي الاهلي هيبيع يبقى الانديه الاخرى هتبيع. يبقى في خطا في اللوائح هيسمح للانديه تتباع. صح ولا لا؟ طبعا. خلينا نتكلم بس بالراحه وبالمنطق وكلام حتى الناس تصدقنا في اصل المساله، مش بالصوت ولا بالزعيق ولا بالكلام ده كله. قد يكون في ممكن ناس شافت الصور دي وحبت يعني تولع الدنيا بصراحه. هروح لانا اللي انت عايز. الفكره الشيطانيه اللي بيروجها البعض وجود المهندس نجيب ساويرس رجل الاعمال الشهير في عرض استاد النادي الاهلي، الفكرة الشيطانية من هنا ظهرت اللي وجوده يبقى الأهلي هيتباع. طيب ما أنا عايز أقول لك حاجة. اتفضل. هو أنا دلوقتي أما أكذب رأس المال الدعم للنادي إن أنا أوفر تمويل، هو مش إحنا في كل الأندية بنقول فين التمويل الذاتي وتنمية الموارد والحكاية والرواية؟ ما بنقعد نتكلم وبنتكلم دايما طول السنوات اللي فاتت عن تشكيل لجان لتنمية الموارد وإن الأندية كلها لابد إن تنمي مواردها. فانت اما تجذب راس المال وتجذب الناس تساندك في انك تعمل استاد او صرح كويس والناس كلها تدعمك فيه، هل ده خطا؟ ده معناه تكلفته 4 مليار جنيه بالظبط. يعني هل اما انا كراجل قاعد دلوقتي، بالعكس ده انا لو متولي منصب مش هقول لك في النادي الاهلي، لو انا مثلا ماسك رابطه النقاد الرياضيين مش النادي الاهلي وبحاول ان انا اشتغل واقدم خدمات للناس زمايلي، هحاول اجذب راس المال وافكر في افكار خارج الصندوق عشان اعمل اشياء تفيد الناس. فبالتالي انا اما اكون قاعد على الكرسي واقدر ان انا استعين، طيب ما هو النادي الاهلي طول عمره بيستفيد من الناس المحبين لنادي الاهلي، وكان فيه قبل كده الاستاذ ياسين منصور وكان فيه مش عارف مين ومين وكان بيجذب راس المال حوله عشان يدعمه في ظروف صعبه
وكانت دي المجالس السابقه اللي كانت موجوده، كانت بتستفيد من الناس كلها المحبين للنادي، وكان في لجان تنميه موارد، وكان في اشياء كثيره وبيشارك فيها المحبين للنادي الاهلي عشان يقدروا يساعدوا النادي في اشياء كثيره ومنشات وانشات. فانا لما اجي كراجل مثلا مسؤول هعمل حاجه وعايز الم الناس وراس المال، هل معناها ان انا هبيع النادي؟ ومين اللي هيسمح لاي حد ان يبيع الاهلي؟ ثانيا انا هبيع النادي بناء على ايه؟ يعني هل النادي ده الدوله ادتني صك ان انا ابيع بيه النادي الاهلي كده لاي حد يشتري؟ ما انا بقول بس بالراحه بس يعني انا بحب دايما الكلام بهدوء وبعقلانيه يعني فاهمني. فهي دي يمكن ترجعنا لقصه التشويه الاخر باشياء مش موجوده. يعني انا ممكن اكون داعم لقائمه معينه، لكن ما ينفعش ان انا حتى لما اجي اشوه الاخر او اجي اتكلم في حاجه معينه او ممكن اشوف خطا عند الاخر اتكلم فيه بشكل يتقبله الاخر يعني يعني الناس اللي بتسمعني تتقبل ده. ما ينفعش ان انا اتكلم في حاجه، ما هو انت هتقولي دلوقتي انت هتقعد عايز تبيع النادي الاهلي، طب انا هبيعه بناء عن ايه؟ يعني ايه اللائحه او ايه الشيء اللي يسمح لي ان انا ابيع النادي الاهلي؟ لا انا عملت لائحه خاصه فيها بيع، ولا عملت لائحه خاصه فيها انتخابات في مواعيد معينه، ولا عملت اي شيء زي انديه اخرى عملت اللي هي عايزاه. يعني نادي الزمالك عمل انتخاباته على يومين، ومن 9 الصبح ل 11 او 12 بالليل طول ما في ناس بتتقفل اللجان عليهم، ومش عارف كذا، وفي بنود في اللائحه مش عارف ايه، واللي هو القايمه النسبيه، ومش عارف ايه الناس اللي بتتكلم في هذه الاشياء دلوقتي. ايه اللي طرأ جديد في النادي الاهلي ان يسمح سواء للي هيجي يقعد على الكرسي انه يبيع النادي الاهلي؟ تمام؟ يعني ايه بس يعني ايه الشيء الجديد اللي ممكن يسمح ان انا ابيع النادي الاهلي؟ هل حضرتك دلوقتي انا عملت لوائح خاصه بيا في خلالها فيها اخطاء انت شايفها؟ لا، انا اتطبق على النادي الاهلي اللائحه الاسترشاديه زيه زي 7000 نادي ومركز شباب في مصر اتطبق عليهم اللائحه الاسترشاديه، صح ولا لا؟ طبعا. هل الدوله بتعمل لائحه عشان تخلي الناس تبيع؟ اذا كان في مثلا انشاء شركات مساهمه او فيها ضوابط ومعايير، والاهلي كده كده عنده شركه لكره القدم عشان يكون نادي محترف، وده امر معترف به، وده كان طلبات الاتحاد الافريقي. فبالتالي انشاء الشركات او تنميه الموارد او دعم النادي او تفكير في مشروعات خارج الصندوق عشان تخدم اعضاء الجمعيه العموميه او تعمل مشاريع كبيره يعني تليق باسم النادي الاهلي، فبالتالي ده امر مهم جدا. ومش عيب ان انت تجيب راس المال معاك، لكن قصه ان انا عشان يجي ناس وتدعمني او ناس تحاول كذا تقول لي هيبيع النادي، ده كلام خاطئ للغايه، وده حتى كمان غير مقبول سواء على المهندس محمود طاهر او الكابتن محمود الخطيب. حتى لو جاب ناس تدعمه وكان عنده افكار لبناء استاد، ما ينفعش الناس تقول برضه انه هيبيع النادي الاهلي. ده كلام محترم جدا عشان نوضح الصوره لكل الاهلاويه، محدش الكلام ده مش صح، ده ترويج لشغل انتخابات، ده بيبقى ضرب من تحت الحزام. سواء ولسه خلي بالك الايام الجايه كمان كل ما تقرب الانتخابات هتشوف اشياء اخطر واكبر. طيب ما هو من هنا بقى خلينا نستفيد من القعده ونتكلم كلام مهم البعض ما بيعملوش خالص. لا انا عايز بس الروشتة. لا انا سيبنا قبل الروشتة. انا اتكلم على الاستاذ نجيب ساويرس. يمكن بحكم انت عارف علاقته ببيته او تاثيره. اولا الاستاذ نجيب ساويرس بيتصرف في الجانب الرياضي شأنه شأن اي مواطن عادي. بدليل بمعنى بدليل الاستاذ نجيب كان موجود في حضر ندوتين للاستاذ محسن طنطاوي في نادي السيد. هو رايح يدور على حاجه في نادي السيد مثلا هتتباع هناك في استاد او لا. في كوره او في كذا او في كذا. الراجل بيتصرف كحريه شخصيه، بيقول لك انا الراجل ده صاحبي بحكم هو صديقي واتربيت معاه وصديقي الشخصي. وعلى هذا الاساس ظهر في انتخابات نادي الصيد في ندوتين للاستاذ محسن طنطاوي، لم يكن يفكر في انه في مفيش حاجه هتتباع في الصيد عشان هيروح يفكر فيها. ظهر قبل كده في الجمعيه العموميه لاعتماد اللائحه الخاصه بنادي الجزيره بلدك، وقال ان انا حريص على انه، فهو بيتصرف امور شخصيه مش كرجل اعمال بيدور على بيزنس في بتاع، لان عنده البيزنس الخاص بتاعه. وعلى هذا الاساس لما ظهر في النادي الاهلي، هل هو لما ما 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 يملك من الادوات الاعلاميه ان هو يدعم اصدقائه؟ كان الاحرى بحكم علاقتنا
او العلاقه، انه كان ممكن يقول لك مثلا انت لم يصدر توجيه، ولذلك انا بقول لك انا تجربتنا في الفيتو لم يصدر توجيه او يصدر مثلا تنبيه ان مثلا يبقى احنا قايمه واحده او ان احنا تبقى في اتجاه حد معين او المهندس محمود طاهر. بالعكس تستضيفوا قايمه واحده بس بعينها. في انتخابات نادي الصيد كان كل الاطراف بتاخد فرصتها في جميع الندوات، هذه المهنية. تغطيه شامله لكل الندوات في النادي الاهلي، كل الندوات بتاخد، في الجزيره بتاخد كل الندوات. فالراجل يتعامل انت بتحاسبه على انه هو بيحب فلان او بيكره فلان، ما بيطلع فلان يقول انا بدعم قايمه الكابتن محمود الخطيب، له كل الحريه وله كل المطلق ان هو يدعم. فانت يعني بتصادر على 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 رجل اعمال قدم الكثير للنادي الاهلي، سواء لما في 2012 و2013 لما كان بيروح الجونه وكان بيروح الملاعب تلعبه هناك، ما كان بيقدم. مصر كانت في ازمه كلها وكل الملاعب فين، وكان كان الراجل بيستضيف النادي الاهلي لان هو هو بيتصرف كمشجع، ما بيتصرف بعيدا عن انه بقى ما موجود مين في 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 في, في, في مجلس الاداره، لكن هو بيتصرف كحد. استغلال هذه النقاط ليس في مصلحة أحد. يعني استغلال في هذه النقاط وترويج شائعات من شأنها التأثير هنا أو هناك، يعني أنا شايف أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي لديها كثير من الوعي أن تفرز، أن تفرز بين بين الشائعات وبين الكلام الحقيقة وبين البرنامج الجاد وبين الكلام المهترات. لكن أنا شايف أن الفترة اللي جاية دي الثلاث أيام أو الاثنين قبل ما تروح هنا سؤالي بقى. آه. في لغط كتير وناس بتعمل ازعاج وبتشوش الناس بكل يوم، يومي كل يوم، روشتة الهدوء، روشتة النادي الاهلي انتخاباته تمر بسلام وبامان والناس كلها اللي عايز فلان ينتخبه من وجهة نظرك. كابتن شادي انا عايز اقول لك ان اللي بيحصل ده دقيق بلا طحن. كل اللي بيحصل في البرامج وبيحصل في البتاع في اللي بيطلعوا ويروج ويعمل، الناس زي ما قلت الجمعيه العموميه لديها قناعه. قدامها نموذجين، نموذج جربته قبل كده ونموذج موجود معاها حاليا، النموذج له سلبياته وايجابياته ونموذج له سلبياته وايجابياته. الناس عندها قناعه والناس الناس ما هياش ساذجه، الناس ما بقاش يحركها الاعلام. احنا دلوقتي في زمن، كان زمان يعني كان الاعلام، تاثير الاعلام كان زمان بكلمة أو بحرف أو بتطلع تقول منشطة أو كذا أو كذا، كان بيتأثر الناس. الناس دلوقتي لمسة، وفي سوشيال ميديا وفي فيسبوك وتويتر ووسائل السوشيال ميديا متقدمة جدا، فالناس بدأت عندها وعي كبير، ما بقتش تنساق ورا ترديد الشائعات يعني انت عارف الواحد اللي بيدور في كوم قش على إبرة في كوم قش، هو بيدور على انتقاد لمجرد الانتقاد، لمجرد تشويه جانب. وده بيضر باللي بيقوم بهذا الموضوع، لان انا شايف ان في ناس بتقوم بالدور ده مش كويس جدا وبيضر بيها وبيضر بنفسها. ولابد ان الهيئه الوطنيه للاعلام لابد ان هي تتحرك الفتره اللي جايه في انتخابات الانديه على وجه الخصوص، لان احنا رصدنا العديد من التجاوزات فيما يخص هذه المساله، لان المفروض ان تعود المهنيه. رايك الشخصي تعلنه في بيتك، رايك الشخصي طالما انت تخرج في منظومة إعلامية لابد أن تتحرى الدقة وتتحرى الموضوعية وتتحرى الصدق لإقناع إن الجمهور قدامك. أنا شايف إن في تجاوزات، مجموعة من التجاوزات في الانتخابات هذه المرة، شايف إن إحنا لابد إن إحنا الناس الجمعية العمومية، أنا براهن على الجمعية العمومية، الجمعية العمومية لا يحركها الجمهور، الجمعية العمومية لا يحركها الجماهير ولا تحركها الجمعية العمومية الموجودة في النادي الأهلي اللي بتزيد عن 100,000 عضو، عندهم قناعات وناس كبيرة وناس ما مش هيتهز من خبر أو إن أنت تروج شائعة. هم يعلمون تماما مواصفات كل مرشح، يدرسون تماما كل مرشح، وشايف إن يعني زي ما بقول لحضرتك هم في حيرة، في حيرة، لأن كل اللي بيتنافسوا هم بيتنافسوا في حب الأهلي، ما بيتنافسوش إن واحد عايز يبحث عن مصلحة، لا، كله بيتنافس، كله بيبحث عن قيم النادي الأهلي، كله عايز النادي الأهلي ده يبقى في المصاف. فأعتقد إن أعضاء النادي الأهلي هيفوتوا الفرصة على هؤلاء الذين يتغنون بالحيادية ويتغنون بالنزاهة ويتحدثون كثيرا عن النزاهة والشفافية، وهم أبعد ما يكون عن هذه الشفافية. أستاذ حسن، زي ما سألت الأستاذ زغلول، حصل لحضرتك روشتة بر الأمان لانتخابات النادي الأهلي في ظل اللغط اللي بنشوفه وفي ظل التجاوزات اللي بنشوفها
من الامور الغريبه اللي اول مره اشوفها بتعدي على النادي الاهلي بالشكل ده، ودي الامانه. الروشتة من حضرتك وانت شايف المشهد من بره. هو بص، هو يعني الروشتة دي بتتكتب بما يكون في مريض، لكن دلوقتي مفيش مريض. ليه؟ لان الناس سخنه. لا هقول لك ليه. هو للاسف يعني اللي حب يعمل هذه الوقيعه ويعمل هذا الشيء ما درسش المساله صح. كان المفروض يبدا متاخر شويه، لان هو المساله انت بدات بدري، بداوا بدري وعاشوا في الحاله دي بدري وحبوا يعملوا، فبالتالي الناس كانت الاول ممكن تتخض، يا خبر تشوف ايه الموضوع بتاع تاني مره ممكن تتصعب، لكن خلاص بقت عاده يوميه ان الناس خلاص عرفت ان هي القصه ماشيه كده، فبقت الناس عندها مناعه، لان الناس برضو انت ممكن تخدع الناس بعض الوقت لكن مش هتقدر تخدعهم كل الوقت. صح. فبالتالي ما عادش في روشتات، لان الامور بقت واضحه ومتكشفه. كان ممكن تعرف لو بدا دلوقتي الضرب تحت الحزام في الاسبوع الاخير او قبل الانتخابات كان ممكن ياثر، لكن انت بداته بدري قوي واشتغلت بشكل مش مظبوط. ليه؟ لان احنا للاسف ما بنستفدش من الدروس اللي بتحصل حوالينا. الناس انخدعت قبل كده مثلا في قناه الجزيره والاشياء اللي بتعملها قناه الجزيره، وكنا كلنا بننتبه ويا، لان احنا مش عارفين حاجه. بعد كده ما ابتدينا بقى نشوف الحاجات بتدار ازاي، والماده الوثائقيه اللي بيجيبوها والحاجات اللي بيلفوها، وتلاقي واحد بيتكلم من تحت بير السلم ويقول لك ده انا مخطوف مش عارف فين، وبقينا خلاص فاهمين. فبالتالي نفس الحكايه. صح. هي بدات بس ايه، بدات الاول كانت سخنه والناس قال انا ايه ده معقول، فبعد كده بقت العمليه خلاص حوار يومي وكل يوم مش عارف، خلاص الناس شافت ان لا ده انت موجه وانت موجه وانت شغال عشان خاطر كذا، والموضوع لا يبقى انا بقى مش هثق فيك ولا في كلامك، انا هثق في اللي انا هشوفه واللي انا هسمعه، هثق في اللي هسمعه من المرشحين في ندواتهم، هثق في البرامج اللي هتجيني، هثق في الواقع العملي على الارض. هو ده اللي انا قاعده جمعيه عموميه مثلا هثق فيه، فبالتالي انت خلاص فقدت مصداقيتك عندي. فما عادش لو في مريض هقولك نكتب روشتة، لكن شايف الناس في الجمعية العمومية للنادي الأهلي ناس فاهمين، وناس الحالة الصحية بالنسبة للتفكير عندهم صحيحة. من الجمعيات العمومية بالظبط. فبالتالي تتكلم عن روشتة لو في حد مريض ومش فاهم، فأنت بتحاول تعالجه من الأشياء السيئة اللي بتوصل له من هذه الإشاعات اللي بتحصل. لكن أنت دلوقتي قدامك ناس بقت فاهمة وناس ذكية وناس واعية وناس عارفة إيه اللي بيحصل على الأرض وخلف الكواليس وكل شيء، يعني العمليه بقت متكشفه وواضحه، وزي ما قلت لك ان في صراع كبير لراس المال بيتحكم في المساله، فادى الى ان البعض اتجه او انحرف عن المسار لتشويه الاخر. لو تبص تلاقي كله بيقعد يفند، بيقعد يشوه، بيقعد يضرب في ده النهارده، لا المرشح ده بكره، لا ده كذا، بتصيد اخطاء بسيطه لا تذكر برغم الناس بتتكلم بعفويه وبتتكلم كلها او بتتنافس زي ما قلنا على حب النادي الاهلي. فبالتالي المفروض ده يشفع لهم ان حضرتك ما تقعدش بقى تتصيد اخطاء او تعمل كذا. فانا شايف ان الجمعيه العموميه واعيه ومدركه لما يحدث ومش محتاجه اي روشتة، والاعلام اللي سقط في سفينه الحمقى او مشي في اتجاه معين او الموجودين اللي بيحاولوا يشوهوا صوره اي حد هتخلص الانتخابات وهيظلوا في نفس المكان ونفس القدر. أنا مخرجي بيقول لي فاضل لي دقيقة بس عندي سؤال، هتقول لي ولا لا؟ تمام؟ ليك والأستاذ حسن. انتخابات النادي الأهلي بتكشف أول مرة في تاريخها من 1907 لغاية 2017 لأول مرة في تاريخها المنتفعين أكتر والمستفيدين أكتر وأصحاب المصالح أكتر المرة دي، صح ولا لا؟ صح. استاذ حسن نفس السؤال، منتفعين اكتر، اصحاب المصالح اكتر، المنتفعين اكتر، صح ولا والاغبياء اكتر؟ على فكره في ناس بتتصرف بغباء كبير، فانا شايف ان هي بتكشف اشياء كثيره والمفروض ما كانتش تكشف هذه الصوره خاصه عن نادي كبير زي النادي الاهلي. استاذ زغلول صيام شرفتني ونورتني. انا سعيد بالتواجد معاك ومبسوط جدا ان انت موجود معايا النهارده، وان شاء الله نكرر الحوار مره ثانيه ان شاء الله. واحد من الشخصيات المحترمه، ربنا يكرمك يا كابتن شادي، وشرف لي ان اكون موجود معاك كمان. استاذ حسن خلف الله بخلص لك انا كل البدل اللي عندك كل مره وتجيلي حبيبي يا كابتن شادي، لكن انا بحييك دايما بتقول معانا كلمه الحق من غير ما تروح لطرف على حساب طرف، ودي حاجه محترمه في كل ضيوفي اللي بيبقوا موجودين. وعلى فكره ربنا يخليك، على فكره الناس دايما بتبقى منتظره
اللي بيطلع معاك هيقول ايه، مش عارف ليه يعني، بالرغم ان احنا بنتكلم بحياديه، وانا طول عمري احتجت ان انا اتكلم في اي مكان بالراي اللي انا عايز اقوله، بس الناس بتعتقد ان طالع مع شادي محمد كانه طالع يساند طرف معين او هيقول اي حاجه معينه، وبتبقى مستنيه تشوف ايه اللي هيحصل او ايه. والحمد لله يعني على مدى الفترات اللي فاتت كل كلامنا متزن وموزون، وانا بشكرك على الاستضافه وسعيد ان كنت مع يعني زميل المهنه والعمر استاذ زغلول صيام، واعتقد ان يعني ربنا يخليك كانت حلقه مميزه. بس بسيطه يعني برضك دي للامانه يعني، انا قبل ما نبدا البرنامج الكابتن شادي قال كلمه، قال مش عايزين تجريح في 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 سين يعني، في تجريح في في شخص من في في, في قائمه معينه في انتخابات النادي الاهلي، يمكن ده زاد احترامي ليه، ان هو قبل ما نبدا البتاع قال يعني الناس لو مفكره ان انا لا احنا مش ما فيش كذا، فطبعا يعني احنا طبعا متوافقين معاه، ودي حاجه للامانه وللتاريخ بقولها، لان احنا في البرنامج هنا بننفذ قيم الاهلي الحقيقيه ومبادئ الاهلي الحقيقيه، ما ينفعش نجرح في حد، لكن دور الاعلام في انتخابات في ظروف غامضه وصعبه شايفينها لازم نزل الحقيقه. شرفتوني ونورتوني استاذ زغلول صيام واستاذ حسن خلف الله، وان شاء الله نتقابل ان شاء الله ونتكلم في الاجواء اللي بتحصل إن شاء الله. اللي احنا شايفينها صعبه والامور الانتخابات كلها تعدي ان شاء الله، وربنا يوفقكم. شكرا جزيلا. شكرا. دي كان نهايه حوارنا مع اثنين من نجوم الصحافه، الاستاذ حسن خلف الله والاستاذ زغلول صيام. واللي انا عايز اقوله في النهايه، ربنا يولي من يصلح لقياده سفينه النادي الاهلي، كلهم ولاد النادي محترمين، حتى المستقلين محترمين، حتى اللي نازلين على الرئاسه مستقلين، كلهم ولاد النادي الاهلي كلهم محترمين. كمان اللي انا عايز اختم برنامجي بجمله مهمه، لان احنا قلنا لكم بنشاهد كل حاجه، الغريب والعجيب اللي يبقى حد في المكان ويقعد يشتغل ويجتهد وياخد فرصه، وتحت مظله القيم ومبادئ النادي الاهلي تلاقيه يمشي من القناه فجاه، وبعد كده يخرج يبتدي يتكلم كلام مش مظبوط على القناه. طب انت اللي صبرك على القناه ده؟ اللي بيشوف حاجه غلط بيقعد يشتغل ليه؟ واللي بيشوف حاجه مش مظبوطه بتقعد تشتغل ليه؟ ما ده مش حاجه غلط، اطلع قول على شاشتك، اقعد قول، لكن اخر اسبوع تقعد تنط من المركب. فمن هنا ولا دي اخلاقياتنا ولا ده المزايدات اللي احنا بنشوفها من الجميع، لكن الاهلي للاهلاويه اللي بجد، مش اللي عدى من على الشارع من بره ويسمى اهلاوي. عشان كده كلمه الحق هتعرفوا قريب جدا، صدقوني ان الحق هو افضل طريق للمصداقيه، والمصداقيه ما بتجيش بين يوم وليله، بتيجي باللي انت تشتغل وتتعب وتظهر الحقيقه، تشتغل وتتعب وتظهر الحقيقه على مدار سنين، وفي الاخر بتتبني المصداقيه والناس بتبقى عارفه الاشخاص كلها ايه نواياها وايه اللي بتقوله ده صح ولا غلط. فانتوا الحكم طول الوقت، جماهير النادي الاهلي بل كل جماهير مصر، اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ده واجبنا هنا نظهر الحقيقه، وحضراتكم انتوا اللي تشاهدوا، مش كل حاجه نقولها تصدقوها، ولكن في البعض بقى اللي ينط من المركب، اللي مش موجود، اللي بيقاتل على جبهه على قصاد جبهه، اللي بيساند، اللي بيغلط في الاشخاص هنا وهنا، وفي الاخر بتلاقي امور صعبه وغريبه علينا وعلى النادي الاهلي اللي احنا تربينا فيه ودايما بنقول خيره علينا. اتمنى رسالتي تبقى وصلت للجميع، مستمرين في اظهار الحقيقه لكل من هو اهلاوي، واختم زي كل يوم المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير، واشوفكم في حلقه جديده من الكره والجمال.